السلام عليكم خوتنا الصيادة المبتدئين والأولات، مرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج في قناتكم قناة الصياد بامتياز، قناة يلا نصيدو. اليوم إن شاء الله كنت واجدو بمصيد مارينا دار بيضاء، وهذا إن شاء الله اليوم غادي نستعملو في الطعمة بوخو ديال الأخ فنير. بالنسبة للترقيعة درنا ترقيعة رقيقة، هادي 32 وكاينة 22، ان شاء الله المونتاج هو هذا. كوليس قميمه ديال 10 عقيقة فيليل، وغادي نحاول ان شاء الله نصيدو غير في هذا الحيفوف هذا، حيت نورمالمون الحوت ديال الحجر كيكون هنايا، ونتوكلوا على الله. بالنسبه للطعمه باش تجي القضيه ساهله كنستعملوا الذره، هادشي كنقولوا بالنسبه للدراري اللي يلا باغيين يتعلموا الصيده ويلا غيتاجوا هذه الهوايه، طريقه سهله. وديما خوتي الرياسة واحد النصيحة، هذه من خبرة ديالي، خبرة ديال 8 سنين ديال الترياس، دابا عمرك ما تحاول دير الراس ديال الدودة في الشوكة ديال الصنارة. علاش؟ لان الحوت ديما كيحاول ما كي ياكلهاش من الراس، ديما ملي كيضرب على مثلا الحوت كتلقى مكولة الدودة والراس باغي، حتى هو هذا البخور عنده واحد السنينات وداك الشيء حتى الحوت كيخاف على راسه. ان شاء الله هذا هو المونتاج. بالنسبه للطريقه سهله ماهله، ديما السهل الممتنع، هذا هو الشعار ديالي انا في الطريقه، السهل الممتنع. ما كاينش اللي يقوت عقد من هنا دير من هنا دير. مثلا انا اللي كندير هذا الفيليل، هذا الفيليل كنصوب واحد ثلاثه الترقيعات بحال هادو واجدين، كنحطهم حدايا. اين فوا مثلا ضربت الحوت كنخليها بالحوشه ديالها، كنحيدها كندير وحده اخرى بسهوله، ماشي تبقى قطاع خوري دوري دير دير دير. طريقه سهله ماهله، وان شاء الله توكل على مولانا. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. ديما انا ما غاديش نحاول لونسي بعيد، ديما غير قريب، حيت الحوت كي ديما في التحيطه الاولى. اخي الصياد حاول ديما تبقى تبقاش هاد القصبه ديالك متحطهاش، باش تعرف شنو كاين، واش الحوت صغير كبير، واش ما كاين والو، على باش من وراك كتبدا ساعات الانتظار. كما كنقولوا كنقلقلو المصيد شنو فيه. ونتمنوا يكون هادشي عجبكم ان شاء الله. ها هو كاين طرب صغير، طرب صغير بالفعل. ها هو مشى، حاول شد شي حاجه برباش. الزريرة ود الحرام دار ماشي مشكل، نتسنى شحال نشوفو الطعمة. بالفعل ضربات عليها شي حاجة، آثار ديال الضرب. حنا غادي نرجعو ليه نفس الطعمة. بالنسبه لهاد القصبه هادي كنشوفوا شنو كاين في الجناب، الاخرى دايرين فيها قميمه ديال 40 غرام مشحطه لداخل شويه. الو فيما ضرب لينا الحوت غادي حنا غادي نكونوا معاه، الا ضرب لينا في الجناب راه غادي نلعبوا عليه بالجناب، القميم خفيف. ها هو مشى عاوتاني، يعني ضير الحوت. هذيك الكاميرا غادي نفيكسيو عليها ان شاء الله وغادي نبقاو. الرئيس ساوار ما قدرش يبقى يصور بزاف لانه بان فيه القصبه ديالو ضربات وخصو يمشي ليها.
خوتي الصياده هما ضربوا علينا جوج حوتات في دقه واحده. ها هو الرئيس خالد حتى هو معاه. سير اخويا خالد على مولانا قاعد القصبه وبقى تدور قاعد بقى تدور لا ما ديش هذيك اللعيبه شوف هاك. سير اخويا الرئيس راه لي سبي برا لي سبي راه لي هو قريب فيح. ها هو عبار على والدي واكل دوده ب 70 ريال. خوش الصياد هذا كنظن انه باجو ولكن انا عمري مشي باجو عنده هاد الشوكه كبيره بحال هكا واش السنينات. ميمونة جاب الشريغة واحد الشريغة ودي الحجر على مولانا خوتنا. الحمد لله في ثلاثة تلونسيات الأولين جاب الله تيسير يعني كاين الحوت واكل حسن الحظ الماء ما داويش بزاف ارو غادي تكون خساره وان شاء الله دابا حنايا نبقاو حتى المنتصف الليل ان شاء الله وديما معاكم يلا نصيدوا الله يعاونكم. الله امين. درنا لك الحواجيز الريس اه ديوانا انا صيدت تحت منكم بسم الله. حوت ديال الحجر دوز دوز هكا دوز هكا قبل ما يطيح لك فوق الحجر. ها هو الرئيس تبارك الله كليفيت هذاك الرئيس تبارك الله اللهم بارك ثلاثه البارح للاسف اذا واحد كريفيط تبارك الله تبارك الله اللهم بارك اختصاصي بالكرفوضه اللهم بارك زوين تبارك الله الصحه والراحه الرئيس. الرئيس جود واحد نون هذا نون 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 تبارك الله عاتي احسن قصاره والجران ديالو هو ديال النون ها واحد النون ضرب على البوخو تشوف زين في الجره ديالو زين العفريت ها تبارك الله اللهم بارك. نون نون غالبا ما كيكون الوزن ديالو تقريبا ما كيفوش 3 كيلو كيفوتش هاد العباره و زيد شويه علاه ولذيد وكاين اللي كيقول لك يكون غير في الواد انتوما كتشوفوا كيكون حتى في البحر البنين كله هابره جوج في المول في الحال لا ما فيهش الشوك وعطي بحال المخ حتى هو الجران ديالو اللي كيعجبني انا راه القصاره راه بحال جايب شي كوربين لا ما شكش تبارك الله بالصحه والراحه. ها هو الرئيس مع شي حاجه هبط القصبه هبط القصبه هبط القصبه هبط 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 مازال واحد الولد ديال النون ها هو كيتركل عفريت خوتي وخواتاتي كانت هذه الحصه ديال هذه الليله هذه باجو قريفحات الدبدوب كليفيت
فريد بحالتش نون يا الحمد لله ربي ما خلاناش مناش الطعم كيف العادة البوخو. إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة قناة يلا نصيدو، كنتمنى لكم فرجة ممتعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة.